نجي للمنوال. المنوال زي ما قلنا في بيانات، منوال البيانات المفردة ومنوال البيانات المبوبة. المبوبة اللي هي فيها فئات وتكرار، والمفردة اللي هي بس قيم. أول شيء بنشرح البيانات، المنوال للبيانات المفردة. نفرض أن عندنا هذه القيم، كيف نعرف المنوال أو نوجد المنوال لها؟ المنوال هو أكثر قيمة متكررة أو القيمة التي تتكرر أكثر من غيرها. خلينا نشوف القيم هنا وين أكثر قيمة تكررت. هنا هنا نشوف 17 19 17 21 17 19 17. نلاحظ أن هنا 17 متكررة، 17 تكررت، 17 تكررت هنا برضو، 17 تكررت. عندنا 19 تكررت، بس ان 17 تكررت اكثر منها. يعني المنوال اللي هو يرمز له بام، ام اللي هي المنوال طبعا، تساوي 17. خلاص انتهى الموضوع. ليش ما قلنا 19؟ ليش ما اخترناهم هما الثنتين؟ لان 17 تكررت 4 مرات، 19 بس مرتين، وحنا قلنا المنوال هو القيمة اللي تتكرر اكثر من غيرها، اكثر شيء هي. طب نشوف لو جتنا قيم بهذه الطريقة، 14 28 30 17 27 29 25 23 31 41، نلاحظ هنا ولا رقم تكرر، اذا ما في منوال، يعني المنوال او ام لا يوجد، لا يوجد منوال، ما في ولا قيمة منهم تكررت اذا ما في منوال. طيب نشوف لو جتنا بطريقة ثانية، عندنا 122 214 127 221 227 214 217 214. نلاحظ ان هنا 127 تكررت 3 مرات، و 214 برضو تكررت 3 مرات. الحين تساوي في العدد، هاي تكررت 3 مرات وهي تكررت 3 مرات، وش الحل؟ طيب اذا ام 1 تساوي مثلا 127، ام 2 تساوي 214. هنا يطلع عندنا قيمتين للمنوال، ام 1 وام 2، وممكن تصير ام 3 ام 4 اذا تكرر الرقم اكثر من مره. طبعا احنا نقول شو الفرق بينها وبين ال 19 هنا بعد تكررت. اوكي تكررت هنا بس مرتين، وال 17 غطت عليها 4 مرات، لكن هنا تكررت 127 3 مرات، 127 تكررت